في إطار توجهات السياسة العامة للدولة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل وربط سوق العمل بالجامعة، افتتحت جامعة القاهرة ملتقى التوظيف السنوي 22 في ظل ما تحققه الجامعة من تقدم تعليمي طبقا للتصنيفات العالمية. في الحقيقة الملتقى اليوم هو ملتقى مهم جدا ويسير في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2025 فيما يتعلق بالربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف. وهذه الخطة الاستراتيجية تعكس في بعض جوانبها أو أهم جوانبها خطة 2030 للدولة المصرية بكافة محاورها المتعددة ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي. فيما أكد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب عن اهتمامه ودعمه الدائم للتعليم لإيمانه بدور الشباب في وضع رؤى وخطط مستقبلية لمصر بالجمهورية الجديدة. انتوا الشباب، انتوا جيل الألفية الثالثة، انتوا اللي هتحملوا المسؤولية، انتوا اللي هتقولوا الكلمة في الاقتصاد وفي السياسة. وكلمة الاقتصاد والسياسة النهاردة هي الباور الحقيقي لأي دولة. الاقتصاد انتوا عارفين طلع من هذه الكلية أساتذة وعلماء وخبراء على مستوى الوطني الداخلي هنا وتولوا مناصب رفيعة المستوى، وطلعوا بره شرفوا مصر أيضا بأفكارهم وبرؤاهم وبتعلقهم الاقتصاد. أعتقد لما كنا بنتكلم عن رؤى المستقبل زمان كان الناس تقول لك احنا عندنا خطة وموازنة وعندنا خطط وعندنا موازنات، لكن الحقيقة لما اتكلمنا عليها زمان كنا بنتكلم عليها في المنتديات الاقتصادية، كان أول من فجر هذا الموضوع في مصر أن يكون واقع كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما يطلع سيادة الرئيس يتكلم عن قضية الوعي للشعب، أنتوا اللي هترسموا الوعي، أنتوا اللي هتدوا رسالة الوعي، لأنه إحنا هنا بلد مستهدفة، بلد أعدائها كتير جدا، وفي منهم في الداخل وفي منهم في الخارج. إحنا بنتكلم على الثورة الصناعية الرابعة، بنتكلم على علوم المستقبل في القيمة المضافة العالية، فإحنا عاوزين نخش في القطاع ده. عاوزين نحس ان احنا بنعمل اضافه، وعاوزين ناخد الشباب زي الورد ده او الشباب دول ناخدهم ونتبناهم ونكبرهم. فانا يعني بعني قدام الكل اعملي المسابقه واحنا هنتبناها كامله، خلاص بس تبقى مسابقه هادفه ومدروسه وجديه بتضيف الى زي ما الوزير بتضيف اضافه عبقريه جديده بس بحق باضافه. والمسابقة دي على فكرة بتخلي الناس تدرس وتتسابق وتجري وتشوف، وممكن جدا ننتقل في فروع العلوم المختلفة، يعني ممكن أوي بحث اقتصادي، بحث سياسي، بحث تقني، بحث علمي في مجال. يعني أنا نفسي الجامعة تتفاعل دايما بالأبحاث وتشوف تقدر تعمل إيه والشباب ده كله يشارك هذا البحث. وشارك بملتقى التوظيف السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أكثر من 35 مؤسسة حكومية وخاصة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية. وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارات اللي سبقت وعملت بروتوكولات تعاون مع الجامعة لتدريب الطلاب وتدريب العاملين والاستفادة من الخبرات والمراكز البحثية اللي في الجامعات. أكيد إن لما الجامعات تاخد مأخذ سوق العمل وتحط في الاعتبار وتبدأ تشرك الطلبة في اندماج مع سوق العمل وتنظر لمطالب سوق العمل واحتياجاته ويبدأ يبقى فيه مزج ما بين الأمرين، هيبقى الأمور جيدة جدا في الواقع وفي المجتمع، ونجد ان النشأ بتاعنا بيخرج يلاقي فرص جيده للعمل. النهارده كان في الملتقى التوظيف ال22 اللي بتقيمه الجامعه وبتقيمه كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. زي ما حضرتك شايف كميه رعاه بسم الله ما شاء الله من مختلف القطاعات سواء كبنود او بنوك او مؤسسات، بيقدموا نوعين من اما تريننج يا اما توظيف. واحنا بالنسبه لنا كمحافظه اهليه من خلال التنسيق مع مديريه القوى العامله في القطاع الخاص بنوفر 1200 فرصه عمل في القطاع الخاص اللي حابب من الطلبه او الخريجين ابناء الدقهليه او المحافظات المحيطه بها يتقدم عندنا بطلب، وان شاء الله يكون في فرصه للتوظيف. عدد الطلاب المشاركين تعدى 1000 طالب مشارك في هذا الملتقى. المفروض ان هذه الجهات بتتلقى طلبات الطلاب للتدريب او للتوظيف وبتعمل مفاضله ما بينهم سواء لاعطاء فرصه للتدريب او التوظيف.
تشرفنا اليوم بوجود سيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والأستاذ محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وهو بالمناسبة أحد المشاركين في الملتقى، مجموعة سيراميكا كليوباترا مشاركة أيضا. تم انتقاء هذه الكيانات بدقة، وإن شاء الله أبنائنا من الطلاب والخريجين يجدوا الفرصة المناسبة لوجود هذا التجمع في مكان واحد، وهو أحد مزايا هذا الملتقى أن يكون في مكان واحد، يجد الطالب فرصة لإجراء مقابلات فعالة، وإن شاء الله يوفق بعضهم وكثير منهم في إيجاد هذه الفرص، بجانب طبعا الخريجين أن يتاح لهم إن شاء الله فرص توظيف. فيما شاركت في ملتقى التوظيف السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتوفير فرص تشغيلية وتدريبية للشباب وتنمية مهاراتهم، ليعد الملتقى ذو أهمية كبيرة لربط الشباب بسوق العمل. سيادة النائب وكيل مجلس النواب الأستاذ محمد أبو العنين النهاردة جه في الكلية وافتتح الملتقى، وكانت هديته للكلية إن هو هيطور 2 من أقدم مدرجات الكلية. الحقيقة هو ليه انتباع لجامعة القاهرة، هو حبيب جدا الجامعة، ليه مشاركات في العديد من المشروعات وهو قالها بنفسه، وهيكون أهمها إن شاء الله تطوير كلية الاقتصاد يعني والمساهمة معاهم في تحديث الكلية، في تدريب جيد جدا للشباب على أعلى مستوى، تدريب تكنولوجي وتدريب صحفي، تدريب في باقي المجموعة وباقي الشركات. الحقيقة هو دايما بيتكلم عن فئة الشباب ودايما بيدفعهم لمراكز قيادية في المجموعة. بمشاركة حكومية برلمانية، جامعة القاهرة تفتتح الملتقى التوظيفي 22 لتوفير فرص عمل للشباب تحت شعار شركاء في النجاح. فمن هنا من جامعة القاهرة تبدأ الخطوات الجادة لتحقيق طموحات الشباب المصري بالجمهورية الجديدة. هاني النحاس على مسؤوليتي.